بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رات سونے سے پہلے بستر پر تین مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کانا وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم.